لأنه أذهب سريعا إلى سيادة اللواء علي درويش رئيس هيئة سد القاهرة أو المدير التنفيذي لهيئة سد القاهرة. مساء الفل يا سيادة اللواء، إزي حضرتك؟ مساء الفل لك كابتن، كل سنة وأنت طيب والشعب المصري كله طيب. وحضرتك بالصحة والسلامة يا فندم. والتايتل إيه؟ الرئيس التنفيذي. أنا عارف الرئيس هو الوزير بحكم منصبه. تمام. الرئيس التنفيذي مظبوط كده يا فندم؟ المدير التنفيذي. المدير التنفيذي. طيب، سيادة اللواء، هل أصبحت كل مرافق الاتحاد الاستاد وأرضيته جاهزة تماما لاستقبال كل المباريات؟ تمام الحمد لله، والأرضية في حالة ممتازة وجاهزين لماتشات الدوري وجاهزين إن شاء الله لبطولة أفريقيا بإذن الله. كل مرة أكلم حضرتك ألاقيك عندك شغف إن الجماهير تعود للمدرجات مرة أخرى، هل بالفعل تتمنى إن الجمهور يكون حاضر مباراة الأهلي ومباراة الزمالك في أفريقيا؟ طبعا أتمنى ويا رب الدنيا تعود، ولكن احنا هنقبل ان شاء الله يكون الاتحاد الافريقي يحدد حتى عدد في ظل الاجراءات الاحترازيه والتباعد، الاستاد كبير وممكن يبقى في تباعد وفي جمهور موجود في المدرجات وتبقى الماتش كده كويس، وده اللي احنا بنتمناه ان شاء الله، الاهلي والزمالك يبقوا في نهائي افريقيا ان شاء الله يا رب. الناس دايما بتبقى قلقانه كل شويه يقولوا زرع بذره وزرع بذره، هل موضوع زرع البذرات ده انتهى تماما ولا لسه ممكن بعد فتره نرجع يكون في زرع بذرات تاني داخل ارضيه الاستاد؟ لا هو بص هقول لحضرتك حاجه، نعم. هو موضوع الزرع ده خلاص انتهى. كويس. النجيله الصيفي زي ما حضرتك طبعا عارف يعني ان دي نجيله مستديمه ان شاء الله، احنا زرعناها. كانت البطولتين حالوا دون زرعها عشان كانوا مفاجئين والوقت ما كانش يسعفنا. نعم. وكنا حافظنا على النجيله الشتوي. انت عارف التقنيه الحديثه دلوقتي في الشتاء بيتزرع النجيل شتوي ياخد له 3 اسابيع، ودي فتره صيانه عاديه كده زي زمان حتى، والصيفي لا يطلع لوحده خلاص، كل الصيف يطلع لوحده ان شاء الله. فاحنا كده كان مشكلتنا ان احنا ما زرعناش النجيل الصيفي في الموسم اللي في الصيف اللي فات. لا خلاص اتزرعت والارض جاهزه ان شاء الله، وشرفنا وشوف. طيب تزرع تاني امتى يا فندم؟ في الشتاء بقى ان شاء الله، ناخد فتره توقف اسبوعين ثلاثه ونزرع الشتاء ويفضل الملعب اخضر طول السيزون ان شاء الله. الزراعه الثانيه بتاخر يعني قد ايه؟ الانديه ما تقدرش تلعب عليه او الارضيه تبقاش جاهزه؟ الزراعه الصيفي الشتوي يعني لما ازرع الارض تتقفل قد ايه؟ اول ما نحس ان النجيله الصيفي بدات تتعب في الشتاء زي اي نجيله صيفي هنتوقف لمده 3 اسابيع فتره صيانه ونزرع النجيله الشتوي وهي ما بتاخدش وقت وبتطلع على طول. تطلع على طول الصيف الصيف على طول يطلع الصيف لوحده ان شاء الله، نقص النجيله الشتوي والصيف يطلع لوحده. سياده اللواء، انا لما جيت زرت الاستاد وعملت حلقه قبل بطوله الامم الافريقيه شفت الكاميرات بتاعه المراقبه بتجيب يعني اي حد قاعد في الاستاد، يعني عندهم يعني التقنيه اللي عندكم عاليه جدا. هل التقنيه دي تقدر تغنينا عن اي مشاكل ممكن تحدث بعد كده؟ وهل مشروع تذكرتي الرائع والعظيم اللي اتعمل في بطوله الامم الافريقيه هيطبق اذا ربنا اكرمنا وقعدنا الجماهير المدرجات مره اخرى؟ طبعا ان شاء الله. طبعا الكاميرات تقنيتها حديثه جدا. أيوه. ودي اللي استخدمت في كاس العالم في البرازيل. نعم. واتفقوا عليها وخلصت في وجودي لكن هي واخده كل الملعب بالمدرجات بغرف خلع الملابس بالمقصوره بالشوارع الداخليه المؤديه الى الاستاد بالشوارع الخارجيه المؤديه الى الهيئه العامه لاستاد القاهره. يعني حتى لما لا قدر الله بيحصل حاجه في الشارع بييجوا المباحث بيستعينوا بينا يعني عشان يعني ما فيش فرصه لحد يعمل شغب لا داخل الاستاد ولا خارج الاستاد في الشوارع المحيطه. ان شاء الله كابتن بقى، يعني عايزين الثقافه تتغير والهيئه زي ما انت عارف الدوله مهتميه بيها وان شاء الله هتتغير في الفتره القريبه ان شاء الله، وهتبقى هيئه اقتصاديه هتبقى ثقافيه رياضيه للناس كلها لجميع الاعمار. وعايزين الناس تقضي يوم كامل عشان تتفرج على مباراه، وعايزين الناس تخش الملعب او تخش مدرجاتها قبل المباراه ب10 دقائق زي ما بنشوف في دول العالم. نعم. سنه بسنه الحمد لله كل حاجه في البلد ماشيه كويس، وان شاء الله انا متفائل وهنشوف اليوم ده باذن الله. سياده اللواء، الناس بتبقى قلقانه يعني يقول لك الكاميرات ما بتبقاش او الاخراج ما بقاش مظبوط، فبيجي بعض الزملاء المخرجين يقول لك اصل وضع الكاميرات ما بيبقاش كويس،
داخل الاستاد. انتوا مش محددين يا فندم اماكن معينه للكاميرات او ما يطلبه التلفزيون او المخرجين بتقول له اتفضل تحت امر حضرتك، ولا انت بتبقى القصه يعني متروكه للاهواء؟ لا طبعا الكاميرات مظبوطه باوضاع معينه عشان تحقق الرؤيه الكامله لكل حته، جزء كل جزء في في الملعب، في ارض الملعب وفي المدرجات وفي الاماكن. بقول لحضرتك لا انا يا فندم بتكلم على كاميرات المخرجين بتوع التلفزيون، الكاميرات اللي بتصور لنا المباريات. لا احنا ما فيش عندنا اي مشكله مع التلفزيون. في البطوله الافريقيه كان في عربيات حديثه، ايوه تم ايجارها، وعلى حد علمي انه كانوا بيتفقوا عليها كمان ان شاء الله، وهتتحدث العربيات بتاعت التلفزيون. واماكنها مجهزه. والاماكن العربيات القديمه سواء او الجديده مجهزه، والتلفزيون عمره ما اشتكى. عمره ما اشتكى، لان ساعات بتجي الصوره مش مظبوطه يقول لك اصل وضع الكاميرات، اصل احنا مرتبطين باماكن بتحددها لنا هيئه الاستاد الفلاني او الفلاني، وبالتالي بيبقى غصب عننا. تقنية حديثة بقى كابتن، وحضرتك شفت في بطولة افريقيا. صحيح صحيح. كان التسجيل عامل ازاي، وكان النقل عامل ازاي. لكن احنا ان شاء الله هنبقى عندنا العربيات دي، وهنبقى زي اي دولة في العالم، احنا مش قليلين ان شاء الله. سؤالي الاخير لحضرتك، كم مباراة ممكن يتحملها الاستاد في اسبوع؟ هو الاستاد ملعب الاهلي والزمالك. تمام. وملعب منتخب مصر. تمام. فهو كل مباريات الاهلي اللي على ملعبه هتبقى عندي، وكل مباريات الزمالك اللي على ملعبه هتبقى عندي، فيتحملها والنجيله هتتحمل وما عندناش اي مشاكل خالص. حتى لو ثلاث مباريات يا كابتن في الاسبوع. حتى لو ثلاث مباريات في الاسبوع. انا بشكرك شكرا جزيلا، وكل التمنيات بالتوفيق مع عوده الدوري العام باذن الله. طيب.